لأول مرة نقول منذ الاستقلال، اللي هي أول مرة عندنا تسمين مزرعة لتسمين الطونة الحمراء على مستوى الجزائر. تعلمون الآن هناك يعني فارق لتقريبا الجزائر تضيعه بالنسبة لسمك الطونة الحمراء، ليتم اصطياده في عالي البحار، مياه دولية، ولكن يباع يعني بدون أننا يكون عندنا هذا الجانب الربحي بعد التسمين، بحيث يباع بدول المجاورة وتستفيد الدول المجاورة من خلال أنها يعني تكون عندها ربح إضافي من خلال التسمين. الآن الحمد لله عندنا هذه المزرعة على مستوى سيدنا يوشع اللي بقدرة 950 طن، راح تسمح لنا باستغلال هذه القدرة 950 طن ما يعادل تقريبا 10 ملايين دولار إضافية.